كرة القدم دائما ائتلاف الدفاع الحسني الجديد والجيش الملكي لم يفلح أمام فريق متمرس اسمه مونبلي الفرنسي. السقوط كان في مباراة استعراضية أقيمت بملعب العبد بالجديدة، وتفاصيل في روبورتاج هشام بهلوان وتحرير يوسف السهيلي. يوسف القديوي لاعب للناديين معا، كان احد ضيوف الشرف وقاد الائتلاف الدكالي العاصمي في مباراه استعراضيه بمدربين بنشيخه والطوسي. تشكيله مختلطه من لاعبي الدفاع الحسني الجديد والجيش واجهت فريق الجنوب الفرنسي، فرصه للاحتكاك وكسب الخبره وتوديع موسم متباين النتائج ما بين دكال والعاصمه. جعلنا باش نلعبوا مباراه بفريق محترف معروف على الصعيد العالمي، واظن بانه هذه المباريات كتزيد كتغني يعني الرصيد ديال اللاعبين المغاربه من ناحيه التجربه ومن ناحيه الاحتكاك. غادر القديوي اللقاء خلال شوط المباراه الثاني تاركا شارة العماده لنجم غاب عن الساحه مؤخرا. رضا الرياح عاد لمداعبه الكره في موعد للذكرى. المباراة انتهت بهدف افتتاحي لعبد السلام جلون مقابل هدفين لمونبلييه عبر كل من صخيري وجوناتان. كان لقاء نديا، واجهنا فريقا جيدا خلق لنا متاعب جمة خصوصا خلال شوط المباراة الأول. صحيح أننا مجهدون قليلا مع نهاية الموسم، لكن المباراة مهمة بالنسبة لنا. نحن سعداء بتواجدنا بالمغرب وخصوصا هنا بالجديدة. المباراة جاءت على هامش معسكر إعدادي للنادي الفرنسي بالجديد ابتدأه الاثنين الماضي ويختتمه اليوم. مونبلييه أنهى الموسم هناك في فرنسا محتلا المركز الخامس عشر في ليغ 1.